مصر بتحرير سيناء. الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام بيحتفل وبيحتفي بشكل مختلف. هذا الشكل هو احتفال بنكهة شبابية، احتفال بلون شبابي من خلال إقامة مؤتمر الشباب الشهري في مدينة الإسماعيلية. الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجموعة من الشباب اللي من منطقة القناة بشكل عام، وبعض الشباب من عموم البلاد، بعض النخب من هنا وهناك، لكي يرسل رسالة أنه مصر بتحتفل ليس فقط بالأناشيد، ليس فقط بالكلمات، وإنما بالتفكير، بالتجهيز، بالعمل، بالجد والاستماع لرأي الشباب. ليس ذلك فحسب، وإنما تحويل هذه الآراء إلى برامج، تحويل هذه البرامج إلى خطة، تحويل هذه الخطط إلى أرض الواقع. ربما يكون من حسن الطالع أن يأتي هذا المؤتمر في هذا التوقيت ونحن نحتفل بأعياد سيناء، أعياد سيناء التي ربما نستدعي من الذاكرة كل هذه الدماء التي نزفت، التي بُزلت من أجل عودة التراب، عودة الأرض، والحفاظ على العرض. الرئيس السيسي في الإسماعيلية بصحبة أبنائه الشباب، الشباب بيتحاوروا دون سقف مع الرئيس، بيدور حوار حول المستقبل، بيدور حوار حول التحديات، بيدور حوار حول الحلول، بيدور حوار حول تمكين الشباب. في مؤتمر شرم الشيخ في نهاية العام الماضي كان العنوان العريض كيف تساهم الدولة في حل مشاكل الشباب، وخرج المؤتمر بعنوان آخر وهو كيف يساهم الشباب في حل مشاكل الدولة، لأن الشباب لديه أفكار شابة، لديه أفكار مختلفة، لديه أفكار غير معلبة، غير مقولبة، قل ما شئت. وأستدعي صورة هذا المرشح الذي بتنتظره وبترشحه معظم الدوريات ومعظم المراقبين لقيادة أعظم دولة في أوروبا، فرنسا. 39 عام، ابن 39 ربيع، داخل معركة الإعادة مع ماري لوبان وماكرون. ابن 39 عام، شباب. احنا بنقول احنا بنمكن الشباب عشان نحل مشاكلهم؟ لا، الشباب اللي يحلوا مشاكلنا. الشباب الصغير اللي عنده وعي وعنده فكر وعنده إرادة وعنده رؤية وعنده أمل وعنده طموح وعنده تفاؤل، هو اللي يخش يشمر عشان يحل مشاكل البلد. فكرة ونغمة نشوف مشاكل الشباب، لا، متشكرين، الشباب اللي هيشوفوا مشاكلنا. ولذلك الرئيس بيفتح دائما الباب للشباب. حدث هذا في شرم الشيخ، حدث هذا في القاهرة، حدث هذا في أسوان، بيحدث هذا خلال الأيام الثلاثة القادمة في مدينة الإسماعيلية، وسوف نرى حوارا مفتوحا حول ضفاف المستقبل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين أبنائه الشباب. كل شاب عنده فكرة، كل شاب عايز يشارك، الباب مفتوح للجميع، مشاركة بالرأي، المشاركة بالفكرة. وتاني بقول لكل الناس ان حب مصر مش شرط يكون بشرط، حب مصر مش محتاج مقعد، مش محتاج كرسي، مش محتاج انك انت تحب مصر بشرط ان تكون مسؤولا في مصر. انا بستدعي كلمة انه مصر اولا، مصر اولا. لو احنا رفعنا هذا الشعار ربما لن نشخصن اي موضوع، وربما نتحرك الى الامام بصدق وبنوايا سليمة.